قامت تويوتا مؤخرا بإطلاق صور تشويقية تعلن بها قدوم تحديثات منتصف العمر لسيارتها تويوتا أفالون في معرض شيكاغو للسيارات القادم. لم تذكر تويوتا أي تفاصيل حول التغييرات الجديدة، ولكن نلاحظ من الصور التشويقية والصورة التي تم توضيحها أنها احتوت على ملامح جديدة وتصميم محدد للأنوار التي تعمل بتقنية LED. أيضا هنالك الشبك الشهير الواسع والمنخفض، ويتوقع أيضا أن تحصل على عدة تحديثات للمحركات وناقل للحركة، وبالطبع تحديثاتها لمقصورتها الداخلية. تابعونا بالاشتراك معنا لنطرح التفاصيل القادمة حال وصولها.